الممرضة آن لوسي مايا ممرضة تتحول من شخص عادي يحاول إنقاذ الناس بوظيفته إلى وحش مرعب بدون مشاعر يبحث فقط عن المزيد من القوة والجمال. الممرضة آن موضوع مقطعنا هذا اليوم، معكم آن داريا أساطير النهاية. لذا قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك ولنغوص في عالم النهاية. آن لوسين مايا ممرضة في 24 من عمرها، لا تمتلك الكثير من حولها بسبب طبيعة العمل الذي تقوم به. كانت آن ككل فتاة عشرينية تبحث عن الحب لتؤسس أسرتها الخاصة. كانت تعمل بجانب الدكتور سيباستيان، طبيب شاب يحظى باحترام زملائه. كان شخصا اجتماعيا وباردا نوعا ما إلى حد الغموض والتحفظ، وهذا يعود إلى طبيعة عمله كطبيب شرعي حيث يقضي معظم وقته محاطا بالجثث. هذا الرجل جذب انتباه الكثير من الفتيات، وإحداهن كانت آن التي وقعت في حبه رغم أنها شخص نوردي وليست من نوع الفتيات الجذابات، ولأنها تحترمه لم تخبره عن مشاعرها لأنها اعتقدت أنه لا يهتم. وفي أحد الأيام الدكتور سيباستيان اعترف بحبه لآن، وهكذا بدأت علاقة حبهم بعد فترة وجيزة. هو أعطاها الكثير من الهدايا والاهتمام حيث جعلها تثق به بسرعة. وفي أحد الأيام دعاها لمنزله لتناول عشاء رومانسي، وهذا كعادة لتكوين أسرة بين حبيبين. فرحت آن وقبلت الدعوة بسرعة. وبعد العشاء قال سيباستيان لآن: تعالي يا آن، لدي هدية لك، اتبعيني إلى القبو. آن رغم حبها له إلا أن حدسها أخبرها أن هناك شيئا خطأ، خصوصا أن جو الحديث صار باردا ونبرته تغيرت للغاية. فتح باب القبو وفجأة اشتمت رائحة مقززة، وعند نزولهما الدرج قال: عزيزتي آن، لقد وجدت الإجابة أخيرا، من الآن فصاعدا سنكون معا للأبد. زاد خوف آن بسبب هذا الكلام الغريب. عندما أشعل الطبيب ضوء القبو استطاعت آن رؤية جثث ممزقة ومكدسة فوق بعض في إحدى الزوايا. أصيبت بالذعر بسبب عدد الجثث الممزق منها بعض الأطراف. تجمدت آن في مكانها، وأما سيباستيان كان خلفها مع نظرة شاب مجنون. أمسكها لمحاولة هربها وقام بضربها على رأسها حتى فقدت الوعي. ومع استيقاظها ربطها على نقالة الجثث حيث غير ملابسها وربط أطرافها، ثم حقنها بحقنة فيها مادة غريبة حيث كان تأثيرها فوريا. بدأت تشعر بالدوار ولم تعد تشعر بجسدها. رأت أن سيباستيان يمسك سكينا ضخما أخرجه من درج النقالة. فتحت عيونها لكنها لم تستطع الصراخ. اقترب منها ووضع النصل على صدرها قائلا: لن تشعر بالألم، لا تقلقي. غرز الطبيب السكين في قلبها، وآخر ما رأت البركة من الدماء التي كانت في صدرها. عند استيقاظها استغرقت وقتا قصيرا لتذكر ما حدث. كانت على النقالة لكنها غير مقيدة. أصبحت تشعر أن جسدها ليس نفسه جسدها السابق. وقفت وأحست أنها أطول. شعرت أن وجهها يفقد شيئا، وعندما لمست أدركت أنها بدون مقلة عين في الجهة اليمنى من وجهها. كانت أطرافها مخيطة ببعض الجلد الذي لا يخصها، كما أن كومة الجثث لم تعد موجودة. لم تستغرق وقتا لتدرك أن جسدها الجديد هو تشكيلة من أشلاء الموتى. سمعت آن باب القبو يفتح، حيث عرفت أنه هو. جسدها اقشعر ووجهها احترق من الغضب. اقترب منها ووجهه تغمره السعادة، ثم قال: عزيزتي آن، أنت تبدين أجمل من السابق، أنت جميلة جدا، يمكنني الإعجاب بأفضل قطعة فنية صنعتها، والآن عليك فعل نفس الشيء علي، وسيبقى حبنا إلى الأبد. آن تغيرت، شعرت بنشوة غريبة وشعرت بالقوة والأسد تجاه نفسها. لا يجب أن تبقى مع كائن بائس قبيح وضعيف، فحياتها معه ستكون مثيرة للإشمئزاز. اختفت الابتسامة من وجه الطبيب، وقبل أن ينطق أي كلمة أسقطته بجسدها الخارق وخنقته. ورغم محاولته للمقاومة لكنها دون جدوى كانت هي الأقوى. وبعد أن رأته ميتا قررت أن تعطيه نفس الكأس الذي أشربها منه. بحثت بين الأدوات وأخرجت منشارا كهربائيا، ثم مزقته إلى أشلاء وتركته في القبو.
ذهبت إلى المطبخ ونظرت للساعة ورأت أن الصباح قد اقترب. استحمت لإزالة الدماء من عليها، ثم فتشت خزانة الطبيب ووجدت لباسا غريبا مكتوبا عليه لعزيزة آن. كان عبارة عن طاقية وقفازات وكمامة وأحذية ومئزر لممرضة، كلهم باللون الأسود وفيهم صليب أحمر. مشطت شعرها الأحمر على رقعة عينها المفقودة، ثم استعدت لحياة مختلفة عن الحياة السابقة كممرضة قاتلة. آن لوسين مايا هي فتاة نوردي أو غريبة أطوار، كان هدفها البحث عن حب حياتها، إلا أن تفكيرها تغير كونها صارت فتاة جذابة ولم تعد تهتم للحب كالسابق. الدكتور سيباستيان كان حلمه أن يصبح كائنا شبه ميت قوي ووسيم للأبد مع الفتاة التي ستكون مناسبة له. الممرضة آن تعد من أكثر الشخصيات الوفية لسلندرمان، وذلك لأنها مدينة له كونه أنقذها من الشارع. سلاح الممرضة آن هو المنشار الكهربائي الطويل، وذلك لأنها تحب تمزيق ضحاياها. حبيب آن الجديد في كريبي باستا هو ماسكي، لأنه أول من تعرف عليها في البروكسي، وكذلك هو يحبها ويخجل منها. آن لا تعد بشرية، فهي عبارة عن إما زومبي أو فرانكلشتاين أو يونداد وومن، فهي لا تحتاج الطعام أو التنفس أو حتى النوم. شخصية آن هي فتاة غامضة وكتومة، لكنها مغرورة ومستفزة، تدعي أنها تهتم وتتعاطف مع الجميع، إلا أنها أنانية، وهذا بسبب أنها تعتبر شخصا عدوانيا ومريضا نفسي. آن وسادي الانتحار هم أحد أكثر الشخصيات كرها لبعض، إلا أن سادي الانتحار تعلم أنها أضعف بكثير من آن. هناك أجزاء من جسد آن لا تخصها، إنما هي لجثث قام سيباستيان بتركيبها عليها، وهي باللون الرمادي. كل من بين الغارق وأوفندرمان معجبون بجسد آن كثيرا، لأنهما منحرفين، إلا أن آن تنزعج من هذا التصرف كثيرا. أرجو أن يعجبكم المقطع يا أساطير النهاية. وكإجابة عن المقطع السابق فهو SCP-53 الفتاة الصغيرة. أما سؤال مقطع هذا اليوم، من هو سيد الشياطين في كريبي باستا؟ ننتظر إجاباتكم في التعليقات وأراكم في عالم النهاية.